الخمس تجوال اللي جبناهم النهارده وتحللهم لي كده وتصفهم. الهدف الاول احمد رفعت، ويا بخت اللعيب لا بصراحة اللي يعجبه او اللي يعجب الجول بتاعه حفيظ دراجي، تحس انه بيخليك ملك. طبعا انا النهارده هو الحقيقه احمد رفعت جوله يستحق، هو يستحق لكن كمان لو انا كمان موجود في الطريقه اللي المنتخب. علق بيها حفيظ دراجي على الهدف خليتك تبقى قاعد منبهر ومستمتع تاني بالجول. تصويبه بفاول بقدم تيجي في العارضه تترد لاحمد رفعت نفسه مرتده يلعبها بالقدم الاخرى بصاروخ اخر بنفس القوه. هدف اول شفته ازاي كابتن مجدي؟ هدف عالمي، هدف عالمي، حتى الفاول نفسه عالمي، يعني الفاول اللي حطه في العرض ده مش اي حد موجود في مصر دلوقتي من محبين احمد رفعت جدا، يعني من الناس المقتنعه جدا جدا ان احمد رفعت من احسن الاجنحه الموجوده في مصر، فلازم تستغل احمد رفعت، امكانياته قويه جدا جدا جدا، ولكن عندك الحته الدفاعيه في ماتشات التقيله مش ايوه هيعرف يعملها، تمام. فانت لازم تخلي بالك في ماتشات اللي انت محتاج فيها قوه هجوميه كبيره احمد رفعت لازم يكون موجود، مش محتاج فيها قوه هجوميه كبيره تلعب على المرتدات او الكلام ده كله، فانت لازم تلاعب حد عنده الرئه اللي يقدر يروح ويرجع دايما باستمرار. فجون طبعا جون احسن جون فيهم يعني احسن خمسه جول طبعا. فيهم الجول اللي سجله الونش بعد مجهود حسين فيصل ومراوغتين عاملهم، شفتوا ازاي؟ شفتوا ان ده لعيب تطور كبير جدا حتى برجله الشمال، مش ده مين؟ الونش تمام. يعني طبعا حسين عملها كويس جدا 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 وعدى في خرم ابره زي ما بيقولوا اللعب الخماسي يعني، لكن خلي بالك الونش انت دلوقتي رجله الشمال بقيت مش هتعرف تلعب اليمين والشمال، انت اللعيب اللي يعمل الكره دي بشماله كده بالثقه دي صح مش اي حد يعملها، فانت ده نتاج تطور للونش اللي هو بيلعب ناحيه الشمال دايما في الزمالك، ايوه فبدا يشتغل على رجله الشمال، بدا اما الكره يبقى في ضغط عليه بيعرف يحط كره طويله، بيعرف يحط باص على الارض، بدا يبدا الكره كويس جدا، فده نتاج التطور اللي هو لعب بشماله، ما جاتش الكره على شماله راح موقفها ناحيه اليمين ما كانش عمرها ما كانت هتيجي جول. بمناسبه حسين فيصل، شفت ازاي مستواه في اول مباراه دوليه مع المنتخب؟ سجل هدف وصنع هدف. بتكلم بقى على اوفرول، كان مستواه ازاي من وجهه نظرك؟ انا شايف الميزه الكبيره اللي في حسين اللي هو مش خايف ومش قلقان، تحس ان هو بيلعب مع اللعيبه دي بقاله كتير جدا جدا جدا، ودي شخصيه لعيب، فبغض النظر هو كان كويس او وحش او يعني ككوره، لا انا المهم بالنسبه لي اللعيب المنتخب لما يلعب اول ماتش بالنسبه له ما يحسش ان في قلق وان انا مش خايف وانا بلعب مع لعيبه وعنده شخصيه حتى مع اللعيبه الكبيره بيتكلم مع ايوه اللعيبه يعني مش مقلق مش خايف، فهيبقى مكسب كبير جدا لو ادوله فرصه كمان. ما حسيتش انه ده ليه علاقه بكيروش، ان عمر مرموش اول ماتش دولي يبقى الثقه دي في نفسه، حسين فيصل اول ماتش دولي يبقى بالثقه دي في نفسه، احمد رفعت تاني او تالت ماتش في حياته مع المنتخب، لعب مع برادلي قبل كده ولعب مع كيروش نفسه بديل الماتش اللي فات والنهارده بيلعب اساسي، فالمدرب ممكن يكون سبب من اسباب ان اللعيبه اللي بتبدا لاول مره تلعب بالهدوء ده او الثقه في النفس دي. اكيد طبعا ازاي؟ ايه اكيد اللي ممكن اكيد يكون بيعملهم ده؟ اكيد بيتكلم معاهم اكيد اول كلمه يقولها له العب وما يهمكش حد، يعني ما يهمكش انا يعني واحد زي مروان مثلا لازم كان الماتش اللي فات لو كان قعد النهارده الماتش النهارده احسن يحبط النهارده احسن كمان بكتير من مفهوم. الماتش اللي فات، لكن في الاخر كان يحبط كان ممكن يطلع بره المود خلاص بقى وبره البطوله والكلام ده كله، انا كمدرب لازم اقول للعيب اول ماتش بالنسبه له العب انت لعيب كويس عندك خلي عندك ثقه في نفسك وهتلاقي زمايله بيساعدوه هتلاقي مش حاسس بحاجه والاهم اختيار الماتش الصح من وجهه نظري النهارده اختيار ماتش السودان هو بالنسبه لي تالق لحسين لان في مساحات في خطوط بعيده عن بعضها ماتش السودان يعني يقدر يستلم ويستلم ويلف ويتحرك ويرقص فما كان عنده الثقه، لكن الماتشات الثقيله عشان تنزل انا من الناس دي يعني الناس اللي انا دايما مقتنع ان اللعيب اللي بينزل اول مره او بيلعب اول مره سواء دولي او حتى محلي لازم ينزل في توقيت صح تمام ما صح بدأوش ماتشات تقيله عشان ما ياخدش الضغط كله فين على كتفه، لكن انزله ربع ساعه في 10 دقائق ياخد الثقه وبعد كده يبدأ يمشي.